استاذنكم نشوف هذا التقرير اللي بنهديه لدكتور فاروق الباز ونخرج الى فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه الاسريه كل حد، وجعل بينكم موده ورحمه وموضوع جميل جدا بيخص الاسره المصريه. بعد الفاصل ارجوكم خليكم معنا. في ناس كتير تقول لي ان انت عندك ثقه بالنفس عاليه جدا. انا بقول ان ده سببه ان انا لا اتكلم ولا افعل شيء الا اذا تعلمت عنه كثيرا. يعني الثقه بالنفس دي بتاتي من المعرفه. عام 1958 وهو معيد في جامعة أسيوط، كان يذهب لمسافات طويلة وهدفه الوحيد تحميل عينات مختلفة من حجارة الجبال التي يقوم بدراستها وتحليلها، وكشف الكثير من أسرارها. مشهد يجعلك تعرف من هو فاروق الباز. نجمع العلم والمعرفة، هو ده الأساس. من يومه وهو يسخر نفسه للعلم ويحمل على كتفيه ما قاله له والده إن العلم الذي لا ينفع الناس لا يكون علماً. فاروق الباز هو المصري والعربي الوحيد الذي اختصر المسافة بين الزقازيق والفضاء بالعلم وحده وبحبه للجيولوجيا التي علم فيها أجيالاً وأجيال، ورغم ذلك يؤكد أنه ما زال يتعلم. هناك كويكب باسمه تقديراً لفضله وإيماناً بدوره العظيم في علم الجيولوجيا. رحلته العلمية بدأها من دلتا مصر، مرت بمراحل كيمياء وجيولوجيا، بدأت عام 58 من جامعة عين شمس، نال شهادة الماجستير عام 61، وفي عام 73 عمل كرئيس الملاحظة الكونية والتصوير في مشروع أبولو. عام 86 انضم لجامعة بوسطن، شغل منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد، عمل مستشاراً علمياً للرئيس السادات ما بين 78 و 81، شغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية من الفضاء والتصوير، وكان في مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبولو سويوز في عام 75. يعني أنا لو سئلت أنت وصلت اللي وصلت له ليه؟ أقول إن أنا كنت دائم جمع العلم والمعرفة. فاروق الباز الذي تخرج من أكثر من 60 عام هو شباب مليء بالحيوية والفكر والطموح والعقل المنفتح على الآخر، يتمسك بمفردات بلده وناسه وملامحه التي تمتلئ بالتفاصيل والبساطة التي تؤكد لك أنه مهما ذهب في ترحاله هو عالم وإنسان حقيقي من مصر. ادرس كويس، كون نفسك، ما تخافش.